اهلا بكم من جديد في فضاءات جديده، ضيفي لهذه الحلقه القاص والروائي الاردني محمد عارف مشة تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقه، ولكن بعد ان نتابع فقرات البرنامج التي نبداها بجوله في رحاب القصيد. اعزائي مشاهدي قناه الرافدين العراقيه ومتابعي برنامج فضاءات تحيه طيبه وبعد ازف باقات ورد لابطال فلسطين الاحرار ولشهدائها الابرار معكم الشاعر محمد خير من جمهوريه مصر العربيه اشارككم قصيدتي بعنوان صوت البطوله اقول فيها قولي لهم أن الجراح وإن تقادم عهدها فمن المحال أفولها حمم الجراح وإن يهادنها الزمان فليس يطوى في السكون غليلها يوما يوما ستصعد للسماء عصية يخشى على ركب اللئام هطولها تمتص ادخنه الغوايه والسفاهه ثم يرجم فيضها وقليلها قولي لهم فالارض تلعن حفنه تجثو ليرتع في الديار ضئيلها لن يشنقوا صوت البطولة في الربا إن الصمود صفيها وخليلها ستقض جدران الجفاف ولن يقر بما استبد نحيبها وعويلها زاغت أمانيهم وزاغ المشتهى ضاقت بأذناب الضباب سبيلها قولي لهم أن خبأنا الذكريات مشاعلا لا يستباح سدولها طافت أقاصي الأرض حتى ضمخت فمتى تحل قضى الكلام صليلها وصراخ أطفال العروبة صار خيلا جارفا شج السكون صهيلها لا تحسبي أنا نسينا عهدنا، لا، لا تحسبي أنا نسينا عهدنا، جلت مقاصدنا وأنت جليلها. إن كان، إن كان في الدنيا جميل فاعلمي يا قدس. إن كان في الدنيا جميل فاعلمي يا قدس ان شذا رباك جميلها ان كان في الدنيا جميل فاعلمي يا قدس ان شذا رباك جميلها لبيك لبيك ما سطعت جراح مناضل كالشمس ناصيه الزمان رسولها لبيك 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 ما سطعت جراح مناضل كالشمس ناصية الزمان رسولها شكرا وخالص التحية بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين بن عبيد من الجزائر أستاذ محاضر بجامعة الصيف اثنين مكلف بتدريس الأدب المقارن والأدب الصوفي وتحليل النص الشعري أشكر ولن أشكر بالكفاية القناة قناة الرافدين التي استضافتني بسخاء وبترحاب يليق يليقاني بها انا ممتن لهذا كل الامتنان واكثر من ذلك يعجبني كم يعجبني انها تتيح لي ان اطل من زاويه ابداعيه على المشاهد العربي من خلالها وهو امر تحينته منذ وقت طويل وما ان اوانه الى الان فاهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين في هذا الفضاء الاعلامي والفضاء الابداعي والثقافي المميز والمميز جدا. فاعرض على حضراتكم اخر تجاربي الشعرية هو ديوان حدائق المعنى الذي هو في الواقع حصاد حصاد تجربة لأنه يستليم في تفاصيله ما سبق التعاور عليه موضوعا وتشكيلا وأداة ورؤية لا ارى نفسي شيئا في الخارطه الشعريه العربيه عموما ولكن حسبي اني احاول ان اندمج في هذا الافق الواسع والواسع جدا الذي يكبرني في الحقيقه ويكبر غيري ويا للشرف انه يتاح للانسان ان يكون له محل وان صغر وحظ وان دق في هذا الافق العريض وهذه الدنيا الواسعه. حدائق المعنى كما يلاحظ الساده المشاهدون هو مجموعه نصوص كتبت على فترات متقاربه في حقيقه الحال وكتبت وهذا الذي يميزها في اخر مراحل التجربه بعدها لم يكن اشتغال على النص الشعري إنجازا وقراءة وإغالا فيه كما كان أثناء تحرير هذه هذه النصوص المجموعة مقدم لها بتقديمي على كل هذا دأبي ما عدا عنوانين او ثلاث اوكلت الامر الى شعراء الى النقاد العرب قاموا بسخاء كبير بتحرير تقديم هو يتناسب مع سخائهم اقول ومع لطفهم لا مع ما في في النصوص لاني في حقيقه الحال لا ارى نفسي شاعرا كبيرا هذه المره كان التقديم ذاتي ويعرج على تفاصيل التجربه وعلى مداخلها وعلى مخارجها بما يمكنه ان يقدم النصوص الى المتلقي العربي لانه في حقيقه الحال يجب ان يكون لدى المتلقي مفاتيح لكي يقبل على كل تجربه لشاعر من شعراء العربيه ف يعني شئت واخترت ان يكون المفتاح هذه المره هو ذاتي يفتح العيون على مفاصل التجربه بالخصوص على على المناطق التي هي محل اشكال اشكال بالنسبه يعني الى صنف من المتلقين واستشكال بالنسبه الى صنف اخر في كل حال يحتاج فيها المتلقي الى شيء من الاسعاف من يد المؤلف او الشاعر او الكاتب ولهذا كان الامر كذلك ومن غير ان اوجه القارئ ليس لي رغبه في ذلك ومن غير ان اتحكم في توجهات المتلقي وليست لي اراده كذلك في هذا ولكنه مما يمشي بالتجربة الشعرية خطا لم تمشيها النصوص لذاتها أشكركم جزيلا ومتابعة طيبة أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة القاص والروائي الأردني محمد عارف مشه فاسمحوا لي ان ارحب بضيفي. اهلا وسهلا بك. اهلا استاذ محمد, محمد. عارف مشى ضيفا عزيزا على فضاءات والرافدين. شكرا استاذ محمد وشكرا للضيف. حياك الله فرصه سعيده وان نلتقي مره اخرى ومن جديد حياك الله استاذ محمد شكرا لك القاص والروائي الاردني. شكراً لك. اخر اصدار لك هو شارع سقف السير. القصه الاولى وهي اخذت عنوان هذا هذه المجموعه آه هذه المجموعه القصصيه آه تختصر معاناه شعب يمضغ المراره ويورث وجع المنافي آه منذ خمس وسبعين سنه آه منذ ان اجتاح الوباء الصهيوني لبلادنا العربيه آه هناك عائله تناولت هذه القصه تلخص يوميات اهل المخيم اذا الاطفال جائعون وينتظرون طعام العشاء الأم تؤملهم بما سيأتي به الأب يعني حالما يعود وهي يعني منشغلة بصد ومنع السيل الناتج عن الأمطار الغزيرة حتى لا يدخل ويتسرب إلى الخيمة يعني نام الجياع والأب لم يعد الآن أمام ما يجري في فلسطين عامة وفي غزة خاصة إنه في أقل تقدير هؤلاء الأطفال كان هناك أمل إنه يأتي الأب يعني وعندما يأتي يحمل معه الطعام هناك أمل الآن في غزة لا أمل لا أب سيعود ويحمل معه كيف تتعامل الأمهات كيف يتعامل الأطفال مع هذا هذا الوجع نعم. تجاه هذا العدوان الهمجي الصهيوني الغاشم تجاه هذه الأمة. نعم. اسمح لي في البدايه ان اقدم تحياتي واحترامي ومغازرتي للمقاومه الفلسطينيه في غزه وفي الضفه الغربيه وفي فلسطين كامله واقول انكم لستم وحدكم معكم الشعوب العربيه ونحن معكم بكل ما اوتينا من طاقه وجهد لو نظرنا في الوقت الحاضر وتساءلنا السؤال التالي بكل بساطه لماذا يعمد الصهيوني الان وفي كل وقت الى قصف المخيم في فلسطين؟ المخيم في فلسطين هو مخيم اللاجئين الذين هجروا عام 1948 وبالتالي الاصرار على قصف هذه المخيمات والاباده الجماعيه لهذه المخيمات لم تاتي من فراغ. جاءت للقضاء على امور كثيره منها القضاء على حق العوده وحق تقرير المصير القضاء على كل شيء اسمه فلسطيني وبالمناسبه انا اقول القضيه العربيه الفلسطينيه ولا اقول القضيه الفلسطينيه. لان فلسطين ليست فقط هي المكان الجغرافي المحدده بنقطه معينه وتنتهي بنقطه معينه نعم. رغم اننا لن نمكن ولا يمكن ان نفرط بذره من تراب هذه الارض فلسطين نعم. ولكني اقول ان القضيه الفلسطينيه هي ايضا قضيه انسانيه وقضيه حضاريه وبالتالي نجد ان ما يحدث الان هي قضيه وبكل الصراحة ووضوح هي قضية دينية ولو نظرنا إلى مر التاريخ منذ أن كان الكنعانيون في فلسطين منذ بدء التاريخ ولغاية الآن نجد الصراع صراعا حضاريا وصراعا دينيا مرورا بالحضارة اليونانية والرومانية وكل المستعمرين الذين مروا الصليبية الغربية الأوروبية ولغاية الآن نسأل لماذا الصراع على المسجد الأقصى إذا لم يكن الصراع دينيا لماذا جاءت الإمبريالية الغربية في الحروب الصليبية إذا هي كلها صراع ديني وصراع حضاري في قصة المخيم القصة الأولى التي تفضلت بها علي بالسؤال أقول أن عندما هاجر الفلسطينيون عام 48 أو عام 67 كان الخوف يستبد بهم ففي عام 48 مثلا قالوا لهم هاجروا وستعودون بعد شهر نعم ومنهم من حمل المفتاح والذي هو رمز الآن للقضية ولم يعودوا بعد شهر قامت الهاجانة بعمليات الذبح في القرى الفلسطينية دير ياسين كفر قاسم إلى آخره من كل المذابح التي قام فيها م. ففي عام 67 لماذا هرب الفلسطيني وهاجر أرضه لأنه خاف على عرضه وخاف على القتل مفهوم الخوف نعم. الآن الفلسطيني لم يعد يخاف وبالتالي موت الأب الذي هو كان ربما رمز لهذا الخوف لهذا القهر لهذا الظلم نعم. لهذا الاستبداد لهذا الجوع لهذا المطر الذي ينساب من خلال الخيمه ومن اسفل الخيمه والمياه المبلوله او الثياب والملابس والفراش المبلول نعم. المبتل هذا كله موت الاب يعني موت كل هذا نعم. والخروج الى حاله معينه وما نجده الان في غزه وفي فلسطين هو خروج من هذه الحاله، الخروج من حاله الخوف من حاله القهر، من حاله الاستبداد الى الحريه. وبالتالي الكيان المحتل يمتلك الاسلحه ويمتلك الترسانه وكل العالم الان يتكالب على الفلسطيني. طيب استاذ محمد تكالب العالم الان معروف الان الادارات الغربيه لا. كلها بكل قباحة وبكل صلافة نعم بكل ما تمتلك من قوة الآن تساند الكيان الصهيوني نعم وتقولها علنا نعم وتبرر أو تسوغ قتله للأطفال والنساء والمدنيين وهذا التدمير الحاصل الآن ب بغزة الآن الشعوب الغربية كثير من الشعوب الغربية نلاحظ من خلال متابعتنا الإعلامية أنه كثير من الشعوب الآن رافضة هذا رافضة هذه الحرب وتدعو الى ايقاف الحرب، تدعو الى مؤازره المدنيين، الى ادخال الطعام والدواء، وايقاف هذه الحرب الهمجيه التي يشنها الكيان الصهيوني تجاه اهلنا في فلسطين. نعم. الشعوب كثير من الشعوب الان تتظاهر رافضه نعم. ما تقوم به من الادارات الغربيه. الادارات الغربيه الان يعني صدع رؤوسنا على مدى يعني عقود من السنين بالمدنيه والحضاره وحقوق الإنسان. الانسان. الان بماذا تفسر هم يعرفون تماما الان الكيان الصهيوني يرتكب جرائم قتل وجرائم حرب ومجرم ومعتدي هم يقولون له حق الدفاع عن النفس هم يعرفون تماما انه هو معتدي هذا التازر مع الاداره الصهيونيه من قبل الاداره الغربيه بماذا يفسر صديقي المحتل الصهيوني يعرف ان هذه الارض ليست له نعم والفلسطيني يعرف ان هذه الارض له. وبالتالي هنا الصراع. صراع من يملك ان هذه الارض فلسطين له وصراع من هو طارئ. نعم. وبالتالي نجد ان هناك الهجره العكسيه. ونجد ان بعض اليهود الذين يرفضون قيام الكيان المحتل والكيان الاسرائيلي. آه العالم الان الذي تكالب على فلسطين وتجمع كل قوى العالم وتراسانه العالم ضد الفلسطيني يعلم تماما ان الفلسطيني لن يهزم لانه صاحب الارض وصاحب الحق وبالتالي كل الشعارات التي كانت ترفع مسبقا كانت ترفع لمصلحتهم وليس لحق يعني لم يعتبرونا نحن كانوا يعتبرون لهم وبالتالي بالمناسبة أن قضية الآخر هي ليس نحن نعم لسنا نحن الآخر هو الآخر ما يتعامل به الكيان الصهيوني الآخر من يقيم في فلسطين أو الآخر الذي بقي في أوروبا ولم يأتي إلى فلسطين قصدك من اليهود من اليهود نعم وليس الآخر لا العربي ولا المسيحي ولا الأوروبي ولا هو بهذا الشكل وبالتالي هذه الشعارات التي كانت ترفع كانت ترفع لمرحله تاريخيه معينه لاشخاص معينين وجهات معينه. ولكن عندما تتضارب المصالح ويبدا هنا الصراع الحضاري يلغى كل القوانين الدوليه. وبالتالي نجد ان هيئه الامم المتحده لم تستطع ان تفعل شيئا في هذا الوقت، كما عصبه الامم المتحده في السابق لم تستطع أن تفعل شيء وكانت الحرب العالميه الثانيه. وانشئت هيئه الامم المتحده والان هيئه الامم المتحده فشلت في طيب آ... على ذكر الامم المتحده غوديريس اللي هو امين عام الامم المتحده قالها بصريح العباره انه هجمات حماس لم تاتي من فراغ امين العام لاكبر منظمه دوليه وهناك كثير من اعضاء هذه المنظمه قالوا بصريح العباره لكن لماذا لم يتغير الموقف لانه كما قلت ان هيئه الامم المتحده لم تستطع ولم تستطع ان تفعل شيئا طيب لماذا باقي هذه المنظمه عادة. الدول الأخرى وعتدأ. التي التي تتعرض للظلم وهي أعضاء في هذه الأمم المتحدة لماذا لم يعترضوا أو ينسحبوا من هذه المنظمة؟ آه الدو العالم ينقسم إلى قسمين عالم المؤامرة نعم. وعالم الإنسان عالم المؤامرة والتي هي الدول الخمس في هيئة الأمم المتحدة هي هذا الذي تتحكم هذه الدول التي تتحكم في مجموع الدول وفي قرارات هيئة الأمم المتحدة بمفهوم الفيتو والذي هو معروف وتعطيل أي قرار من القرارات الدول الأخرى تحسب حسابات اقتصادية وحسابات سياسية وحسابات أخرى أنه لو وقفت في وجه أم الولايات المتحدة لو وقفت في وجه كذا ماذا الأضرار التي ستحدث عليه فيحسبها من هذا المنطق وبالتالي لن يكونوا هذه دول عربا اكثر من العرب ولن يكونوا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين لا انا اتحدث ايضا عن العرب، الدول العربيه لماذا لا تنسحب من هذه المنظمه التي هي عباره عن واضح عباره عن مؤسسه امريكيه نعم هي هي مفروض يعني هيئه الامم المتحده وجدت لتحقيق مرحله معينه نعم كان من شعاراتها انه ايقاف اي حروب عالميه كان هذا الهدف وتخفيف الضرر الذي حدث من الحرب العالميه الثانيه مم. ولكن هذا الامل الذي وجد او الشعار الذي وجد الهدف العريض لم يستطع ان يتحقق وبالتالي لماذا تنسحب الدول العربيه لماذا لا تنسحب الدول العربيه اعتقد انه هو مطلب ولكن هناك لكل دوله عربيه حساباتها الخاصه. طيب استاذ محمد القصه الاخرى في او احدى قصص هذه المجموعه القصصيه التي حملت عنوان شارع سقف السيل نعم no. واظن هو سقف السيل منطقه في عمان هو نهايه السيل اظن no. No. يعني اخذت هذا العنوان قصه ستان واضح هي يعني no. مصطلح من مفردتين خرفان نعم no. وهي الاغنام وستان no. الوطن او البلد no. او المكان هذه القصه تتناول همسات او يتحدث بها احد الخرفان آه يحاول أن يواجه هذه السكين التي آه يعني آه تريد أن تذبحه تريد أن تذبحه نعم. مرة ومرة آه تذبح آه والده وأمه ومرة أخته ومرة آه أخاه يعني لديه نزعة مقاومة تجاه هذه السكين نعم. التي بين فترة وفترة تقتص من آه من هذا القطيع نعم. الذي هو ينتمي ينتمي إليه. ويتوقع انه ممكن بقيه الخرفان عندما تتجه السكين باتجاهه ممكن ان تكون لهم ثوره يعني ممكن ان يمدوا يد العون لكن يجد الامر مجرد خيال واحلام. هذه نعم. القصه الى اي مدى تنطبق على الواقع العربي الان اتجاه ما يجري من عدوان همجي اتجاه اهلنا في فلسطين. استطيع ان ازعم ان هذه القصه قديمه وليست في المرحله الحاليه هي استبشاريه او رؤى ربما يعني من سنوات سابقه ونحن نرى الفلسطيني ومن اعوام ومن عقود ومن قرون بالتاريخ القديم وان الفلسطيني معرض للذبح ومعرض للظلم ومعرض للطرد ومعرض لكل انواع السفاهه والسخافه التي تحدث وبالتالي اخترت ان يكون البطل خروفا انسنة الخروف او انسنة الحيوان لا اقصد ان انهم في فلسطين خرفان لا طبعا على الاطلاق ولكن انسنة الحدث وبالتالي عندما كان العيد والناس يريدون ان يشتروا هذا الخروف ويأخذونه لهم كل العالم يريد ان يس سجلب فلسطين له ويسيطر على فلسطين عندما قلت ذبح الاب وذبحت الاخت وذبحت المراحل التي تم فيها ذبح الفلسطيني كنت استبشر ان الفلسطيني سينتفض وسينتصر وها هو ينتفض وينتصر في غزه ورغم ان الجميع يقف ضده الان نجد اما متآمر واما صامت اذا ثوره الشعب ستنتصر على السكين الصهيوني لا. لانهم لا. اصحاب الارض واصحاب الارض دائما نعم سنكون بعد الفاصل معذره انسى محمد فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا اهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقه القاص والروائي الاردني محمد عارف ماشا اعود اليك استاذ محمد تحدثنا عن خرفانستان كما عنونت هذه القصه وواضح الحدث او ما يدور من مواجهة من قبل هذا الخروف الذي ثار على السكين هو ينطبق على الأسف واقعنا العربي ودي أنتقل إلى موضوع آخر من يعني من فكرة أسرى يكتبون هذه المبادرة التي يعني حضرتك ومجموعة من الكتاب والأدباء الأردنيين والعرب شاركوا في هذه المبادرة وهي يعني تهدف إلى تسليط الضوء على نتاج الأدباء الأسرى الفلسطينيين داخل سجون سجون الاحتلال يعني محاولة إيصال النتاجات الأدبية للاسره الى الى العالم حتى يطلع العالم على ما يجري في هذه هذه السجون وسبق ان انا شاركت معكم في أحدى بعض النشاطات في هذا المجال ولي الشرف ايضا الان اريد اسال ان يعني ما مآل هذه المبادره هل ما زالت مستمره هل هناك فعاليات تقام في رابطه الكتاب الاردنيين حول هذا هذه الفكرة وهذه المبادرة وهو يفترض أن تكون مستمرة لكن لأكن شفافا وواضحا وصريحا هناك جهات لعبت على استغلال النجاح وتجير النجاح لها لا أقصد الجهات الرسمية نعم. ولكن أقصد الجهات في بعض جزء من الرابطة نعم. وبالتالي حاولوا تأخير وإعاقة هذا العمل نعم لكن لا زال العمل ولا زال هذا المشروع منذ عامين واكثر ما زال موجودا وان توقف الان توقف قليلا لمرحله معينه. والاسير الاسرى الان لو نظرنا اليهم ليس فقط الاسير الكاتب او الروائي ولكن الاسير الذين الان اخذهم الكيان الصهيوني ووضعهم درعا بشريا. في الحرب الأخيرة على غزة كيف؟ الأسرى من الضفة الغربية نعم من فلسطين الضفة الغربية يأخذهم والآن يحط يضعهم حاجزا بين غزة وبين الضفة الغربية على الحدود يعني يضعهم على في أرض مكشوفة أم في سجون أو اعتقالات ربما يكون في سجون نعم ربما يكون في في أي وضع أنا لا يعني لست يعني جازما ولكن هو وضعهم قريبا من الحدود نعم. حدود غزة حتى يكونوا درعا، والذين هم اخذهم من الضفه الغربيه، وبالتالي ربما وصل الى 2000 كما اعرف وصل الى 2000 اسير اخذهم من الضفه ليضعهم على الحدود مع غزه. الاسرى الذين لغايه الان اثنان من نتيجه التعذيب ماتوا خلال هذا الشهر او هذه الايام من نتيجه التعذيب لانهم ذنبهم انهم من غزه يعملون في فلسطين لكسب عيشهم. مئات الشهداء الذين يموتون الان في فلسطين في الضفه الغربيه، وبالتالي هذا التكالب سواء على غزه او على الضفه الغربيه هو نوع من اسر يعني القضية ليست قضية أسير في السجون نعم طيب الفصائل المسلحة، الفصائل المقاومة الفلسطينية نعم. في غزة التي تواجه هذا العدوان الهمج الصهيوني نعم هي على دراية أن هناك أسرى بالتأكيد دروع بشرية ضحوا بالتأكيد بالتأكيد نعم. لأنه أعلن أعلن ذلك من الكيان المحتل أنه وضع في المنطقة الحاجزة ما بين غزة وما بين الضفة الغربية طيب. أليست أي هذه أيضا جريمة من جرائم حرب؟ هي كلها جرائم حرب نعم يعني حملات الاباده قتل الاطفال قتل النساء الاشلاء المتناثره التي تدمي القلب وتدمع العين التي نراها ما هي ماذا يمكن ان نسميها اي هولوكوست الذي تدعي الكيان المحتل انهم حرب أنهم ابيدوا في المانيا حتى لو ابيدوا في المانيا هل نحن ابدناهم ام المانيا لماذا جاءوا ليبيدوننا نحن إذن المشكلة أن هناك إبادة مقصودة هم ينتصرون بقتل الأطفال هم ينتصرون بقتل النساء لكنهم لن ينتصروا أبدا على مقاومة شعب جميل من القضايا المهمة التي يعني تناولتها مبادرة أسرة يكتبون هي تهريب نطف الأسرة إلى زوجاتهم يعني رغبة من الأسرة في امتداد واستمرار تواصلهم مع الحياة يعني أه كيف تعاملتم مع هذه القضية؟ وهل يعني ما يزال هذا الفعل الاسطوري، لا تحدث عن المبادره لكن تحدث عن تهريب لا. النطف، لا. هل ما يزال هذا الفعل الاسطوري قائما؟ هناك الان اكثر من عملية تهريب النطف نعم لا. الان أه نجد في وسائل الاعلام ان يتم علاج المرضى والجرحى على الارض نعم وتجرى لهم العمليات الجراحية بلا تقدير وعلمت بالامس او قبل يومين ان احد العمليات احد الاشخاص قطعت ساقيه بلا عمليه تخدير. يا الله. هناك المراه التي حاولوا انقاذها استشهدت المراه وخرج الجنين حيا. نعم. هذا الشعب الولاد كما تقول قالت احدى النساء. نعم. وهذا على شاشه التلفزيون قالت. أنني سأزوج أبنائي من عمر الثانية عشرة حتى يستطيعوا ينجبوا وسننجب. نعم. وبالتالي هذا الشعب المنجب الشعب الذي ينجب باستمرار ليس متوقفاً على أن استمرار الإنسان الأسير مع زوجته مع إيجاد الحياة الإنسانية واستمرار وجوده من في داخل السجن إلى خارج السجن ليس هذا فقط. القضيه ان ايضا تعدت من اسير كفرد نعم. او مجموعه أسرة تطالب يطالبون بحرياتهم وتبيض السجون كما يقال الى اسر شعب نعم. الان كل الشعب الفلسطيني في في الداخل كله اسير سواء في غزه سواء في, في في الضفه الغربيه سواء في الفلسطينيون في مناطق عام 1948 قضية النطف لازالت موجودة وهناك مقاومات أكثر من النطف الآن أصبح التهديد بالاغتصاب بالأمس أرسل لي صديق وهو محامي للأسرى في فلسطين عام 1948 أنت تقصد الآن هناك تهديد الاغتصاب من قبل الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني نعم على النساء للنساء النساء المعتقلات ام الخارج معتقل المعتقل من خارج المعتقل؟ في داخل المعتقل داخل نعم المعتقل ويقول في الصوت الذي ارسله لي وذكر اسم سيده لا اريد ان او فتاه نعم لا اريد ان اذكر اسمها لانه حتى لا يكون في تشهير لها ذكرها بالاسم ان هناك تحرش فيها يا الله ويراد هذا ليس جديدا هناك ايضا لا اريد ان اذكر اسم كاتبه وروائيه في عام 1968 وهي روائيه ومشهوره وكانت معلمه رياضيات تم اغتصابها في عام 1968 لاحظ ما بين 68 الى غايه الان اذا قضيه اغتصاب الاسيرات وارد ولكن الى اي مدى تقاوم الاسيره هناك مقاومه كبيره جدا ولا يستطيع الوصول اليها إلا في حالات نادرة نعم كما أه تم في فترة سابقة لما عندما فتشوا أحدى الـ الـ البيوت وصوروا نساء البيت عاريات و نعم. وانتشر الفيديو وانتشر الخبر ودي يتحدث عن جانب اخر وهو جانب الاعلام استاذ محمد نعم يعني معروف الاعلام نصف المعركه ولا اريد ان اتكلم عن الـ الاعلام الـ العربي لأن بعضه يعني متوافق مع منهج الإعلام المعادي وبعضه للأسف يعني بلا بلا موقف واضح لا لون ولا طعم ولا ولا رائحة وبالنتيجة هو يصب في مصلحة الإعلام المعادي ودي أن يعني أتحدث عن دور الإعلام المقاوم يعني نلاحظ كثير من من المقاطع الفيديوية توزع الآن يقوم المقاوم نفسه بتصوير هذا المقطع أثناء يعني عمليات نعم. المواجهة نعم. يعني هو في خطر الموت والمسافة صفر كما قيلت أكثر مرة نعم. استخدمت أن المواجهة في المساحة صفر أنه هو نعم. ملتحم مع, الـ مع, الـ مع العدو نعم. التعامل مع, الـ مع, الـ مع الأسرة اليهود الذين نعم. نعم. تم أسرهم يعني نعم. تم أسرهم من قبل كتاب عز الدين القسام نعم. يعني كيف تقيم هذا الدور الإعلامي الذي في ساحة معركة تحت دمار هذه الآلة العسكرية الهمجية يعني كيف يستطيع هؤلاء يقاتلون ويحملون الكاميرا ويمارسون هذا هذا الدور صديقي لازلنا لغاية الآن بعض وسائل الإعلام ومنها العربية لازلنا نستخدم الأسلوب التقليدي في الخطاب خطابنا لا زال تقليديا نعم. وهذا نحن في عصر لم يعد الخطاب التقليدي اننا مظلومون اننا نريد ان هذا الخطاب الذي منذ عام تجوع يا سمك ونحن في البحر الى مم. غايه وقتنا الحاضر الان هاي خطابات احمد احمد سعيد. سعيد سعيد المصري. ورئيس المصري وبالتالي نجد أن الخطاب الآن يجب أن يتغير نعم. يتوافق مع العصر الذي نعيشه يعني عندنا وسائل التواصل الاجتماعي أين خطابنا في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن نتحدث عن الفلسطيني والمقاومة نعم. أريد أن نتحدث عن أين خطابنا الإعلامي نعم. وسائل التواصل الاجتماعي ماذا يفعلون التوك توك هذا السؤال ما. الى من يوجه نعم سم. يوجه الى المثقف العربي والى الذين يق يعملون على صفحات التواصل الاجتماعي معروف انه كثير حقيقه استاذ محمد يعني كثير من ال من المثقفين من عامه الناس لم يقصروا من ال من, من شعبنا شعبنا نعم. العربي نعم. في مواجهه ال يعني بامكانياتهم البسيطه نعم. في مقاله في منشور في صوره في يعني نعم لم يقصر لكن انا ودي ان نسلط الضوء على قدره هذه الفصائل المسلحه لا سيما كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لمنظمه نعم حماس نعم كيف استطاعوا ان يمارسوا هذا الدور الاعلامي رغم يعني هول ما يتعرضون له من نعم من قصف وتدمير ويعني هجمه همجيه وهذا ما قصدته ان ماذا اعددنا للقادم ماذا أعددنا لما يقوله بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل 7 نوفمبر نعم. يخ... أكتوبر يختلف عن ما بعده 7 تشرين تخصف. نعم ماذا بالمناسبة يح... أنا موضوع دائما ننبه عليه نحن نعم. أشهرنا العربية معروفة وإحنا تشرين نقول تشرين الأول تشرين الثاني نعم. نعم. لماذا نقول أكتوبر آه. إذا قبلنا هذا سمح نعم. إذا قبلنا أن تستبدل أشهرنا العربية نعم. بأسماء أخرى نعم. سنقبل أن تبدل مدننا إلى أسماء وأسمعنا. أخرى نقبل الخرائط وأسماءنا وإلى آخره نعم. فنحن لنا أشهرنا العربية الجميلة ولنا نعم. ذكريات وحوادث ومواقف فيها نعم بالتأكيد, بالتأكيد هناك ثورات انطلقت في هذه الأشهر نعم. إذا يعني عدنا إلى عقود عام 73 نعم. حرب تشرين نعم. ما زلنا ما العرب يسموه حرب تشرين، نعم. خاصه المشرق نعم. العربي. نقول نعم. حرب تشرين، الان ماذا نقول؟ حرب اكتوبر؟ لا. لا حرب تشرين. سواء ادنى سواء في العراق او في الشام بشكل نعم. عام، في الاردن، في سوريا، نعم. في فلسطين، نعم. نقول تشرين. ثورات ادنى ايضا انطلقت في, في العراق ضد هذا النظام الفاسد. نعم. ايضا في تشرين تسمى ثوره نعم. تشرين. في لبنان ايضا انطلقت في تشرين. نعم. آه في العام نفسه عام نعم. 2019 ثوره نعم. ضد النظام الفاسد في في لبنان ايضا كانت تسمى ثوره تشرين. نعم. يعني الرجاء أن نحافظ على نعم. على هويتنا العربيه على أسمائنا العربيه على مسمياتنا العربيه نعم. حتى لا نجد انفسنا نحن ضمن ثقافة خطيرة جدا نعم. لمسح ذاكرة العربية نعم معذرة. تماما يعني سبعة تشرين نعم اشكرك يعني على هذه اللفتة وأنا الكريمة جانب مهم طبعا انا اذكره دائما انه نعم. كثير من الشعراء يعني ذكروا تشرين في قصائدهم من الشعراء العرب جواهري كثير من نعم. الشعراء نعم. ذكروا تشرين وحوادث في تشرين نعم كيف الان يعني نعم هي 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 عن هذا هو كمان. يعني ال ربوجه لنا وبالاسف اننا استقبلنا هذا الترويج وصارت مصطلح اكتوبر نعم. رغم انه كمان اب اللي هو في العام 68 حرب الكرامة المعروفة اب وليس نعم. معروف في, في في اسم اخر انا مع متفق معك تماما نعم نتحدث عن دور نعم. الاعلامي يعني لكن ما كنت اريد أن, أقول يعني. ان اقوله نعم أن بايدن عندما قال ما يخ... ما قبل 7 تشرين يختلف أمام بعد إذا في هناك أشياء مخطط لها نعم. وأشياء من عام 1940 واللي هو ريغان ومشروع 84 ومشروع ريغان وإلى آخره نعم. آخره والمعروف عند الجميع وبالتالي هذا نحن كمثقفين كوسائل إعلام ماذا أعددنا لنستبق ما سيحدث؟ ماذا أعددنا؟ هل ننتظر أن يحدث وننفعل مع الحدث أو أننا يجب أن ندرس ونخطط لما سيحدث ونكون متوافقين مع حجم هذا الحدث، <applause> للأسف نحن بطبيعتنا لا أدري يعني أين العلة في هذا، نحن انفعاليون. طيب الآن أمام هذا الدور العظيم الذي يمارسه أو تمارسه كتاب عز الدين القسام على المعركة الحربية العسكرية والمعركة الإعلامية، نعم. ألا ترى أنهم قد أعدوا العدة مسبقاً من الجانب الإعلامي؟ عسكري معروف انه اعدوا العده نعم. لكن الجانب الاعلامي ايضا الان نعم. حقيقه يعني يستحقون التقدير والاحترام والثناء وحقيقه يعني اثاروا دهشه العالم بهذا الدور الذي قاموا فيه ما يخص الاسرى نعم. اليهود وما يخص نعم. تصوير المعارك في اشد الاحتدام وعلى وعلى. ويعني هناك تغيير في الـ في الـ في الوعي العام نعم. للشعوب الاجنبيه ايضا وحتى نعم. الحكومات بدات تتاثر بالضغوط الشعبيه نعم أه بدي انا اتناول جانب اخر وحقيقه استاذ محمد حتى لا يدركنا الوقت موضوع المقاطعه يعني أه هناك يعني هذه المعركه رفعت مستوى الوعي عند الشعوب العربيه والاسلاميه المقاطعه الشعبيه التي صارت طبعا الحكومات لا تقاطع الانظمه معروفه ضمن هذه المنظومه نعم. السياسيه الدوليه التي يعني تؤازر الكيان, بقى الكيان, نعم. الكيان الـ لكن الـ يعني ادهشنا الوعي الشعبي العربي الان في موضوع المقاطعه كيف تقرا هذا هذا التغيير في الوعي ربما اقول وليس سرا نعم. ان حفيدتي كانت او حفيداتي اكبرهن في الرابع الابتدائي نعم. كنا مدمنات على الكولا والبيبسي نعم الان يقاطعنا الكولا والبيبسي هذا يبشر على ان الوعي حتى الطفولي وان قضيه فلسطين لن تموت لا. حتى مع الاحفاد وان هذا التوهج نعم بالمقاطعه شيء جميل شيء جميل ولكن لا. ارجو ان لا يكون الموقف انفعاليا ارجو ان لا يكون الموقف لمرحلة محددة أتمنى أن تستمر المقاطعة إلى الأرض. أنا رأيي نعم أنه رأيي قصدي أنه يكون دور المثقف ترسيخ هذا هذا المنهج و يعني رفع مستوى مستوى الوعي جميل أنه عندما تصل إلى الأطفال أنه يقاطع نعم البيبسي كولا ويقاطع السفن هذه نعم. المنتجات نعم. لاساسها غربيه نعم. هذا جميل هذه هذه ما كانت موجوده سابقا ما كان كان, كان يدمنوا انهم باستمرار بدهم همبرجر بالضبط. بدهم كذا بدهم مقاطعه المطاعم, نعم. المطاعم المعروفه اللي هي اصولها نعم. امريكيه نعم. يعني ماكدونالدز وستاربكس نعم. وغيرها أه يعني هناك موضوع اخر بدي ان ايضا اتناوله على يعني كنا نتمنى ان يكون لدينا متسع من الوقت اكثر نعم. حتى نتناول كل هذه القضايا لكن ماذا نفعل جرحنا كبير وقضيتنا كبيره اكيد الملثم اخر ما كتبت من قصص قصه الملثم وهي لا شك ايماء الى ابطال غزه الملثمين كتاب الدين القسام نعم الذين ادهشونا حقيقه ونعتز ببطولاتهم نعم اخترت ان تسرد القصه الاسطوريه على لسان الجده عن جدتها شوفوا. نعم. فارق الزمني نعم يعني الجده تروي عن جدتها نعم قصه الملثم الذي سياتي و وس... يعني هذا البطل الاسطوري وكانك يعني وظفت البعد الزمني تاكيد ان الاساطير التي كانت تروى عن الابطال وكانت أساطير الان نراها مجسده حقيقه امامنا على ارض الواقع لا. عندما الاب يمتطي حصانه ويتجه نحو الجبل معروف الجبل هي الفخر والعزه نعم. والكرامه نعم. نعم فلسطين كما نعيد مره ومرات كثيره هي عمر على مر التاريخ نعم هي فلسطين واقول دائما ان استقرار العالم لن يكون العالم مستقرا اذا لم تكن فلسطين مستقله ومستقره لاحظ ان العالم الان نسي حرب اوكرانيا وروسيا ونسي حرب ما يحدث في السودان نسي كل مشاكل العالم والان انصب على القضيه الفلسطينيه لان القضيه الفلسطينيه هي الاصل اردت ان اقول ان القضيه الفلسطينيه مورثه ولن ينساها لا الجده ولا الجده الجده ولا الاب ولا الاحفاد ولا احفاد الاحفاد سنظل نذكر فلسطين الى ان نحرر فلسطين ان شاء الله سوف تحرر فلسطين، شكرا لك استاذ محمد على هذا الحوار المليء بالجراح ومليء بال لكن في النهايه هو يرتكز على على قناعه وايمان بان قضيتنا ستنتصر في نهايه المطاف، شكرا م. لك القاص والروائي الاردني محمد عارف مشا. شكرا لكم وارجو ان تسمح لي بدقيقه واحده يا اهل غزه يا اهل فلسطين النصر قادم والنصر لكم سيروا وتابعوا ولن يضيركم الكلاب التي تنبح. ستنتصرون. باذن الله،, بإذن الله. شكرا لك، شكرا لك. اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن المتابعه حتى التقيكم في فضاءات اخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.